مساء الفل، هنا من باريس. خلينا اتكلم معاكم شويه النهارده عن التكاليف الخاصه بالسكن، المعيشه. لو انت مثلا جاي سياحه هنا في باريس، الموضوع هيكلفك قد ايه؟ ماشي. طبعا انا ورايا كده مش هيبان في السوق عشان برج ايفل. ماشي. موضوع السكن والمعيشه هنا، هتعمل حسابك على الاتي، واحسب بقى بالايه، بالعمله عندك. ماشي. اول شيء السكن، هنقول انك هتاخد مثلا غرفه او سرير مثلا في شقه، هتعمل حسابك، يعني مش هنقول طبعا في قلب باريس، يعني لا، يعني ايه، منطقه يعني متطرفه شويه عن باريس، هتوصل معاك مثلا 200 الى 300 يورو. خلاص، 200 الى 300 يورو. انا افترض ان انت هتقعد مدة مثلا اسبوع اسبوعين بالكتير قوي، 200-300 لو انت قاعد اصلا مستقر، هيوصلوا مثلا في الشهر اصلا، بس احنا خلينا نتكلم في الايه، في المدة القصيرة. تاني حاجة، الاكل والشرب هنا برضه رخيص، يعني انا ايه، بنتكلم في الناس اللي هي عايشة هنا، يعني برضه عشان هتقعد تحسب بالعملة بتاعتك، الموضوع مختلف تماما. هنا ممكن تاكل وتشرب اصلا فطار وغدا وعشاء من 10 الى 15 يورو، هتاكل اكل يشبعك واكل كويس، ومش هيبقى فيه اي مشكله في موضوع الاكل والشرب. الحاجه اللي بعد كده، احنا كده قلنا موضوع السكن، بعد كده الانترنت. الانترنت ب 20 يورو هتديك، هيديك الخط وباقه 100 جيجا، تقعد معاك شهر اصلا. طبعا الناس اللي لهم اقامه هنا او معاهم ورق هنا، بيتسجل باسمهم وعلى حسابهم البنكي، بحيث يتخصم كل شهر من المرتب بتاعه. طيب، المواصلات. المواصلات هنا، كل افضل واكبر شبكة طرق تقريبا او شبكة مواصلات موجودة هنا في باريس. بتوصل مثلا ان انت في الشهر بيبقى كارت كده، عايز اوريهولك الكارت ده، كارت ده كده تحط عليه صورتك. معاك في الشهر مثلا بيوصل من 20 الى 30 يورو في الشهر، بتركب بيه الباصات، تركب بيه الترام، تركب بيه المترو، تركب بيه كل اللي انت، كل المواصلات اللي انت تتخيلها توديك اي مكان في باريس، يا يعني جوه فرنسا عموما يعني. ماشي. طيب، احنا كده قلنا النت والمواصلات، السكن، الاكل والشرب. طبعا بالنسبه للشراء، برضو شراء العربيات والحاجات دي برضو مش غالي، لان انت هنا ممكن تشتري عربيه ب 1500 يورو، ب 2000 يورو، ده برضو عادي جدا في الحاجات دي اللي هي المستعمله. طبعا نخش في الجديد مثلا من 20000 يورو ل 30000 يورو فما فوق الحد، وماركات يعني مرسيدس، بي ام، في رانج رو، في حاجات بقى مستعمله، رانج رو مثلا بتوصل 30000 يورو و40000 يورو. خلاص، تخيل انت كميه الضرايب اللي بتتحط على السيارات دي على ما توصل للبلد عندك، او مثلا زي مصر عندي، او في اي دوله عربيه في العموم. خلاص، ده باختصار الموضوع في باريس. تستمتع جدا بالشوارع، نظيفه، الدنيا حلوه. هسوي لك فيديو بسيط كده عشان تعرف قد ايه الدنيا هنا نظيفه، وقد ايه كل حاجه حلوه في باريس بصراحه.